النظام عوضنا سابقا انه بيجيب لنا كبش فدا واحد او اثنين او ثلاثه، هو جاب لنا النظام الجديد جاب لنا سته ما بين سته او سبعه كبش فدا وسلط عليهم الاضواء وترك باقي الفلول زي ابن احمد خيري في اسكندريه، زي محمد المرشدي، زي اخرين، واخد بالك، تركهم، وفريد احمد فريد خميس واخوه محمود ترك هذه الاذناب تعمل في الخفاء كخفافيش علشان يضرب الثوره بشكل تاني. فهو كبش الفداء غير كفايه، تطهير غير كفايه، ما زالت الوزارات والهيئات والقضاء يجب استقلاله، ويجب ان يتم اسقاط عبد المجيد محمود لان هو راس الفساد، وكل القضايا التي تنظر حاليا ستحصل على براءه في اقرب وقت بعد انتخابات مباشره. الكلمه مع الاستاذ شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، انا شريف محمد عبد السميع، المنسق العام للجبهه المستقله شباب مصر، متبنيه ملف حوض النيل. طبعا انا سعيد جدا بجد باللقاء دوت. انا حضرت مناقشات كتير قوي كانت مشكله، فانا حاسس فعلا ان احنا بدانا نفهم بعض وبدانا نحط ايدينا على الخطوط. كان عندنا مشكله ان احنا ازاي نتحد. الناس كانت بتقول علينا ان احنا مختلفين، انا عايز اقول لهم من دلوقتي ان احنا مش مختلفين ولا حاجه، هي كانت مجرد اراء مختلفه. ان شاء الله الايام اللي فاتت ديت وحدناها وحدنا بعض، وباذن الله ان شاء الله هنكون متحدين للنهايه، احنا ايد واحده. انا عايز برضه اقول للشعب المصري كله ان هو يتحد معانا باذن الله، لان هو كده كده متحد معانا، بس عايزين احنا نقول لهم احنا هنا ليه واحنا بنعمل ايه. احنا هنا عشان مطالبنا ومطالب الشعب المصري كلها ان شاء الله، وبتوفيق ربنا باذن الله هنحقق مطالبنا. التحرير ان شاء الله حاليا كمسؤول في الامن انا بقول لكم كلكم ان شاء الله ان مفيش بلطجي حاليا موجود في التحرير. الحمد لله التحرير دلوقتي كله ثوار حقيقيين 100% ان شاء الله، ما فيش بيننا بلطجي نهائي. ان شاء الله هنحقق اللي احنا عايزينه، وباكد طبعا ان شاء الله لازم يتعمل مجلس قياده الثوره ان شاء الله يكون من التحرير، عشان فعلا احنا مش معترفين بالمجلس العسكري، واحنا اساسا مش هنخاطب المجلس العسكري في حاجه، احنا بنخاطب الشعب المصري باذن الله، وان شاء الله ايد واحده ان شاء الله. شكرا. كلمه كده حته صغيره عشان